معتصمون يحتشدون في ساحة رياض الصلح احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية في لبنان، احتجاجات ما لبثت أن شهدت تفاوتا في الشعارات المرفوعة وتعددا في المطالب. فهل هي مطالبات بمعالجة أزمة النفايات أم إسقاط الحكومة أم إسقاط المجلس النيابي أو تبديل النظام السياسي برمته؟ أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي إلى حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. أرحب بكم، أنا مكي هلال، وأرحب بضيوفي. معنا في حلقة اليوم من بيروت الأستاذة سناء الجاك، الكاتبة والصحفية اللبنانية. كما أرحب أيضا بضيفي في الاستوديو هنا، معنا الأستاذ أحمد إصفهاني الصحفي والمحلل السياسي في جريدة الحياة اللبنانية أو اللندنية عفوا، وأيضا الأستاذ وليد أبو مرشد الكاتب الصحفي بجريدة الشرق الأوسط اللندنية. أيضا أهلا بالجميع. قبل أن نبدأ حوارنا هذا مشاهدينا ومستمعينا، دعونا نستعرض معا بعض المحطات التي تعكس جانبا من الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان. حيث شغر منصب رئيس الجمهورية عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان في 24 من مايو من العام 2014، وقد فشل مجلس النواب اللبناني ل 27 مرة في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وتتولى حكومة رئيس الوزراء سلام تمام مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد شغور منصب الرئاسة، إلا أن الحكومة تعيش حالة من العجز والشلل بسبب أزمة دستورية حول آلية اتخاذ القرارات دفعت رئيس الحكومة إلى التلويح بالاستقالة. كما أن مجلس النواب انتهت ولايته التي استمرت لأربع سنوات، إلا أنه مدد لنفسه مرتين حتى 20 من شهر يونيو من عام 2017. أهلا بكم من جديد. نبدأ حوارنا من بيروت. هناك اتصال هاتفي أولا من ناشط في حملة أو حراك طلعت ريحتكم. معنا السيد عماد بزي الناشط في حملة طلعت ريحتكم. سيد عماد، اليوم بدأ هادئا في هذا الحراك، مآلات وأفاق تحرككم إلى أين أنتم ذاهبون؟ أستاذ عماد هل تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكال في الاتصال الهاتفي الذي أردنا أن نبدأ به من مكان الحدث مع ناشط في هذا الحدث. نبقى مع بيروت أرض الحدث لأطرح سؤالي من هناك على الكاتبة والصحفية اللبنانية الأستاذة سناء الجاك. أيضا أستاذة سناء غير جاهزة، بدايات لا تخلو من مفاجآت، لا خيار لي إلا معك أستاذ وليد وأستاذ محمد. أبدأ معك أستاذ وليد. حقيقة ما يجري إذا أردنا أن نقلب هذه النفايات المتراكمة في جميع معانيها والتي أفرزت كل ما أفرزت، هذا الحراك كلمة حق أريد بها حق أم العكس، أم قد يأخذ لبنان إلى المجهول؟ السؤال وجيه. الواقع أن المطالب التي طرحها المتظاهرون كما سبق أن ذكر كانت مطالب مطلبية من جهة وسياسية من جهة أخرى. المطلبية كانت الانتهاء من أزمة النفايات ولم النفايات وإيجاد مكبات سليمة لها المطلب الآخر كان الشعارات التي طرحت إسقاط النظام. هنا أنا أضع الصراع بين المتظاهرين والسلطة أضعه في إطار صراع جيلين. جيل جامعي من الشباب مسدود الأفاق السياسية وحتى الإدارية في لبنان، يريد أن يثبت وجوده وأن يخترق المؤسسة الطائفية السياسية بلبنان. حينما تقول هذا لي كأنك تلمح إلى أن هذا الجيل متخفف من أعباء الطائفية وثقل الاصطفاف الطائفي في لبنان، إلا أن الحقيقة قد تبدو عكس ذلك. حتى الشباب الصاعد منتمي ومنقسم نفس انقسام الكبار. طبعا منقسم. هذا للأسف منقسمون، وهذا ما يفسر بروز عدة طروحات بين الفئة الواحدة. جماعة
طلعت ريحتكم جماعة بدنا نحاسب وجماعة نعم يعني يتخبطون في هذا فما تعدد في الشعارات فعلا ولكن في مواجهتهم جيل ما أنا أسميه جيل الحرب الأهلية أمراء الحرب الأهلية ما زالوا يحكمون هم زعماء سياسيون الآن نعم طبعا نعم. ويحكمون ليس عن عبث لأن لهم قواعد شعبية وقواعد حزبية ولهم أمجاد عسكرية بالحرب الأهلية ليست كلها أمجاد عفوا فيهم من تلاحقتهم إلى الآن بين هلالين بين هلالين نعم. أستاذ أحمد أسأل عن هذا التعدد وهذا التنوع وحتى التردد سماه البعض في الشعارات كأنه يوحي بأن هذا الحراك بدون قيادة بدون أهداف مرسومة وواضحة وقابل لأن يجير أي طرف لصالحه يعني هذا صحيح من ناحية وغير صحيح من ناحية أخرى صحيح من ناحية بمعنى أنه لا توجد قيادة هذا ما تأكد خلال المظاهرات التي حدثت إذا استطاعت جماعات شغب جماعات غوغاء أن تخطف المظاهرة تخطف الاعتصام وتؤدي إلى جرحى من الطرفين هذا مما يعكس أن هذا الحراك لا يملك آلية تنظيمية قادرة على أن تستمر في الحراك وصولا إلى النتائج لأننا نعرف جميعا أن أي حراك في العالم إذا كان منظما يجب أن يؤدي إلى نتيجة هذا الحراك لم يؤدي إلى نتيجة وأكبر دليل على ذلك أنه في اليوم الثاني للأحداث اضطر منظمو المظاهرة أو الاحتجاج إلى إلغائها لماذا؟ لأن هناك تفتتا داخليا في القوى التي شاركت في المظاهرة هناك قوى مندسة صحيح لكن لم تكن هناك شعارات واحدة في هذا الإطار لكن هم برروا هذا الإلغاء بأن هناك أطراف سياسية أرادت أن تستثمر وتركب على الحدث وعلى شرعية مطالبهم وتحركهم الشباب رغم أنه ربما قد يجير كما قلنا طائفيا وحزبيا أنا أرفض القول أنها أطراف سياسية لنقل أنها أطراف طائفية في لبنان غابت السياسة في عباءة الطائفة ما في لبنان هذا هو الحال ويجب أن نسميه يجب أن نسمي طائف. الأمور أنت لا تتعامل مع رجال سياسة أنت تتعامل مع أمراء حرب كما قلت مع زعماء طوائف كما أنا أقول نعم. وبالتالي الشعارات التي أطلقت في التجمع شعارات كانت متناقضة بعضها هاجم هذا الرجل سياسي وبعضها هاجم رجلا سياسيا آخر نعم. فجأة أصبح الذي يهاجم المسلم هو مسيحي والذي يهاجم المسيحي هو مسلم فبالتالي جرى تمزق طائفي داخلي وليس سياسي ومن هنا دعا المنظمون إلى تغيير أو إلى تأجيل التحرك الذي قام لسبب بسيط جدا لأن الشارع اللبناني بدأ ينقسم طائفيا مما يؤدي إلى أن هذا الحراك يفقد الزخم الأساسي الذي لأجله حتى حول هذا الحراك هناك انقسامات في الحقيقة هناك من هم ضد هذا ومن حقهم فزعوا من السيناريوهات السيئة ربما التي دارت في اليمن وفي الجوار السوري لماذا نذهب بعيدا وربما باستثناء النموذج أو السيناريو التونسي ليس هناك ما يغري بمثل هذا الحراك أذهب إلى الأستاذة سناء الجافك في بيروت وقد صار الأمر متاحا تقنيا لنسألك من لندن إلى بيروت سؤالي لك ماذا يريد هؤلاء الشباب مطالب اجتماعية نفس ثوري ناشئ استلهاما من الجوار إسقاط النظام أم إسقاط الفراغ أصلا لأنه ليس هناك من نظام كما يقول البعض هؤلاء الشباب لا يعرفون تماما ماذا يريدون لكثرة القضايا التي يرزحون تحتها يقولون تارة أنهم يريدون مطالب حياتية قضايا اجتماعية ثم يقفزون إلى السياسة فيطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون أيضا بإسقاط النظام في فوضوية تعكس قلة تجربتهم في الساحة اللبنانية بشكل عام طب لماذا تردين أنت هذه الفوضوية أو نقول عدم التناسق حتى لا نقسو على هؤلاء الشباب أيضا ما أسباب هذا اللاتناغم الذي بدأ واضحا في تحركهم بل في ترددهم يقول البعض قلة الخبرة وبعض التوجيهات الخاطئة على ما أظن لأن هناك من يريد أن يستغل وجودهم ليمرر مشاريعه الخاصة به توجيهات من؟ بالتالي يرتبكون وكما شاهدنا في اليومين السابقين في الأيام السابقة يأتي إداءهم متناقضا في أمور كثيرة ويسهل اختراقهم بما يؤذي تحركهم حتى لا نقص لكن الأكيد أن لهم مطالب محقة نعم أذهب إليك
قيل لي الآن أن الاتصال الهاتفي صار جاهزا، آمل أن يتحقق هذا الحلم بأن نتحدث إلى الأستاذ عماد بزي الناشط في حملة طلعت رحلتكم. هل يصلك صوتي قبل أن أسأل أولا أستاذ عماد؟ نعم بالتأكيد. جميل، سؤالي لك، لاحظت ربما أو تابعت بعضا من هذه الانتقادات التي يكاد يجمع عليها ضيوفي هنا، كثير من التردد، كثير من عدم الوضوح واللا تناغم في هذه الشعارات وقلة الخبرة حسب ما قالت أستاذة سنال جاك في هذا التحرك من بيروت، هل توافق على هذه القراءات أم لديك رأي آخر؟ نعم، التحرك اللي عم يصير بالشارع اللبناني هو تحرك شبابي، انبثق اولا عن اراده الشباب اللبناني بمحاربه الفساد بموضوع ازمه النفايات، تحول لاحقا الى عناوين اكبر بشكل طبيعي جدا لانه تم اطلاق النار على الاشخاص المتظاهرين. من طبيعي جدا في حاله غليان بالشارع اللبناني، وبالذات مجموعه طلعت لحقكم هي منا مجموعه سياسيه منا حزب سياسي. بالتالي من الطبيعي جدا ان يكون الشعارات المؤطره حول عناوين عريضه لحين تأطير الخطاب السياسي. نحن عم نحكي عن مجموعات شبابيه صار لها فترات قليله عم تنشط بالشارع مقابل طبقه سياسيه صار لها اكثر من 50 او 60 سنه موجوده على الشارع اللبناني وما حققت اي شيء سوى الفساد. نعم. بالتالي من الطبيعي جدا ان ياخذ وقت طويل الخطاب السياسي ليتبلور. المهم هو تأطير الناس ونزول الشارع وخلق الحراك، والرسالة السياسية تأتي لاحقا بشكل متراكم. يعني تأطير الناس عفوا، من يدعو أو يريد تأطير الناس يحتاج أولا أن يكون هو مؤطرا بشكل جيد، ثمة قيادة، ثمة هيئة. ألا حدثتني عن هذه الهيئة إن وجدت؟ نعلم أنه في لبنان كل شيء تطالها الطائفية، هل قفزتم أنتم على المعطى الطائفي وتجانستم هكذا كلبنانيين بأجندة وطنية بعناوين اجتماعية؟ هل تحدثني عن بعض النشطاء معك فيكم من الشيعي والسني والدرزي والمسيحي والماروني وكل والأرثوذكسي وكل الطوائف والألوان، أم في الأمر ربما بعض غموض؟ أنا أرفض الحديث من هذا المنطلق الطائفي أبدا. نحن مجموعة من الشباب المؤمنين بما نفعل والمؤمنين بالهدف اللي بنوصل له. ببساطة ولا مرة فكرنا، يعني أنا أغلب الأشخاص اللي موجودين بالحملة ما بعرف شو التواصل، لأنه ولا مرة فكرت أسأل شو الطائفي، لأنه يعني الموضوع الطائفي صار ورانا. في أشخاص متدينين ولكن نظرتهم نحو الدين. لماذا إذن إذا كان الأمر بهذا الجمال وهذه الرومانسية الثورية لماذا لم ترفعوا شعار إسقاط الطائفية وهي التي نخرت لبنان مثلا؟ الطائفية التي نخرت لبنان موجود، مش بس موجودة على الورق ومش بس موجودة بالدستور، إنما موجودة بقلوب البعض. طيب دوركم كشباب المطالبة بشيء جديد في لبنان. نحن عم نطالب أولاً عم نطالب بمطالب محددة جداً للمرحلة الحالية. أولاً محاسبة كل شخص أعطى الأوامر بإطلاق النار على متظاهرين أثنيني. لننتقل بعد على المطالبة بإجبار الحكومة أو إما عبر تحويلها إلى حكومة تسيير أعمال تهتم أولاً بملف النفايات، ثم تهتم بقانون انتخاب جديد، ومن ثم نذهب الى انتخابات نيابيه جديده. لا تخشون من الفراغ اذا استقالت هذه الحكومه واقتصر دورها على تصريف الاعمال؟ هي حكومه اصلا حاليا تقوم بتصريف الاعمال، ولو ان حكومه موجوده. لا هي لم تستقل حتى تصبح تصريف اعمال. هي لم تستقل، بس هي بمعنى ان عدم نشاطها يعني انها تصرف اعمال بطريقه او باخرى، او بالاحرى تمرر صفقات ولا تصرف اعمال. مآلات التحرك نريد أن نسأل عنها، كأن العظم وهن شيئا ما في اليومين الأخيرين، وهذا الحرك بدأ تعتري شيء من الذبول، ما رأيك؟ أعترض على هذا الموضوع بكل بساطة. نحن انسحبنا من الشارع على الأحد الماضي بعد مظاهرة حاشدة على السبت ومظاهرة حاشدة مع الأحد، رأينا أن الأمور تتخذ منحى عنفي ببساطة، لأن بعض المجموعات الحزبية نزلت وأخذت وتوتر الوضع الموجود في ساحة رياض الصباح. أثرنا أن نحافظ على الممتلكات العامة وأرواح المواطنين، وتحولنا طلبنا من الناس الخروج من الشارع من أجل تعطيل مطالب أفضل، من أجل تنظيم أفضل، ومن أجل تنسيق مع المجموعات الأخرى بشكل أفضل. يلي بدي أقوله بكل بساطة أنه المجموعات المستقلة مدى وقت لحتى تقدر تقعد مع بعضها وتجتمع وتخرج بخطاب سياسي واضح. الخطاب السياسي حاليا اعترف انه ليس واضح، لانه
يعني ببساطة نحن مجموعات جديدة، مجموعات شبابية ولسنا أحزاب سياسية، بالتالي نحتاج إلى وقت لبناء التفاعل مع الشارع، نحتاج للاجتماع على الشارع، نحتاج للعودة على الشارع لنعود على الوضوح. نشكرك سيد عماد بزي الناشط في حملة طلعت رحلتكم ونتابع نقاشنا. نعود إليك أستاذ أحمد، تابعت هذا النقاش مهم جدا مع هذا الشاب من هذا الحراك، كأن في الأمر كانت رغبة مكبوتة ربما لتحويل هذا الحراك إلى حراك سياسي بعنوان اجتماعي، وربما مطالبة بنظام جديد أصلا سياسي يقفز أو يذهب ببيروت إلى سياسة لا طائفية أو حتى مؤتمر تأسيسي جديد هناك من قال. يعني لا شك بأن هناك مشاعر عديدة في عند الشباب. يعني أنا أتكلم حتى عن أولادي. حتى الشباب أيضاً. نحن كهول الآن. هذه المشاعر موجودة عند كل الناس. هناك استياء شديد جداً. يعني نحن كصحفيين ومن عمر يتجاوز 60 نستاء مما يجري في لبنان. لكن الاستياء شيء والتحرك للتغيير شيء آخر تماما. أعطيك مثالا إلغاء الطائفية. هم اتخذوا قرار، هذه القيادات السياسية اتخذت قرار في اتفاق الطائف بإلغاء الطائفية السياسية، لكنهم لم يجرؤوا على وضعها موضع التنفيذ رغم مرور 20 سنة تقريبا. وهذا المشكل، الكل في العلن يسب الطائفية والكل يمارسها في الخفاء وفي العلن، هذا هو إشكال لبنان. أستاذ وليد تفضل. أنا أعتقد أن لو المتظاهر لو ركزوا على قانون الانتخاب كبداية، نعم، والمطالبة هناك شبه إجماع، هناك مطالبة بتغيير القانون الانتخابي، نعم، هناك شبه إجماع بالمطالبة بقانون انتخاب نسبي، نسبية، نعم، أن نبدأ من هنا بقانون انتخاب نسبي يوسع القاعدة التمثيلية في لبنان ويضرب سطوة الزعامات. وأتمنى أن يكون هذا ينص هذا القانون على استحداث مقعد بكل دائرة انتخابية، مقعد للطائفة المظلومة أكثر من غيرها في لبنان والمكبوتة أكثر من غيرها في لبنان. أعني طائفة العلمانيين، العجلة هنا والطائفية حين نقول الطائفة العلمانيين. هذه طائفة لا يجري الحديث عنها. هذه النقطة بالذات، قانون الانتخاب الجديد سيرفض من بعض الأطراف لأنه سيغير توازنات الطائفية الموجودة في لبنان وسيضرب مصالح البعض. بالضبط، ما هذه هي المشكلة. معنا سيدة من بيروت لابد أن نعطيها الكلمة. أستاذة سناء، تابعت ما تفضل به هذا الشاب الناشط معنا من بيروت حيث أنت. أولا، هل ترين في هذا الحراك لو نظم أو جير أكثر قدرة على أن يرتقي للمطالبة بتغيير النظام السياسي برمته في لبنان، أم هذه ورشة مفتوحة إذا ما فتحت لن تنتهي ولن يقدر عليها شباب كهؤلاء؟ بالتأكيد لا يستطيع هؤلاء الشباب رفع السقف إلى هذا الحد في هذه المرحلة، لكن يجب أن نلاحظ أن تحركهم شكل ضغطا على الحكومة. لو أنهم يكتفون بتنفيذ المطلب الأول، يعني يضعون المدماك الأول لإنجاح تحركهم في ملف النفايات مثلا، يحققون إنجازا يراكمون عليه لينطلقوا إلى مرحلة أخرى. نعم، صار شيء في هذا الملف أليس كذلك؟ في البداية يجب أن نذكر أن المطالبة بتغيير النظام أمر غوغائي بهذه الطريقة التي تتم المطالبة فيها. لماذا أنا غوغائي؟ كنت أتمنى لو أن هؤلاء الشباب طالبوا بإصلاح النظام وبتطبيق الدستور. لماذا غوغائي؟ كما قال زميلي العزيز قبل قليل، لماذا غوغائي وهم ربما يطالبون بتغيير النظام السياسي الحاكم السيستم، ليس إسقاطه بشكل كامل هكذا، تغيير النظام الطائفي لنقولها صراحة؟ لا، هم هتفوا، هم هتفوا نحن نريد إسقاط النظام، هتفوا وأنكروا أن هذه الشعارات منهم فيما بعد، بأنهم لا يريدون حكم العسكر. هم يتناقضون في أقوالهم، تارة يقولون أنهم لا يريدون تغيير النظام، وتارة يقولون أنهم أصحاب مطالب اجتماعية، ثم يطرحون مشروعا سياسيا لا قدرة لهم عليه. أنا أقول بشكل واضح أنهم إذا أرادوا الوصول إلى نتيجة يجب أن يبدأوا بتحقيق المطلب الأول الذي أعطاهم مصداقية في الشارع، وهو مطلب إبرام اتفاق للتخلص من النفايات بشكل شفاف وبدون فساد. إذا استطاعوا أن ينجحوا في هذا المطلب يكونوا حققوا إنجازا أكبر مما هم يتصورون. ثم أقول أن المطلوب في لبنان إصلاح النظام، تطبيق الطائف الذي لم تسنح الفرصة لتطبيقه حتى الآن،
وفي الكلام عن الفساد هذه الشمولية في الكلام عن الفساد لا تفيد. نعم. لا يمكننا أن ننكر أن هناك سياسيين غير ملوثين، وأولهم رئيس الحكومة تمام سلام. هذا الإنسان لم يلوث، إذا بدأ الآن عاجزا بسبب ضغوط سياسية هائلة تشل قدرته، لكنه غير ملوث. نعم، الرجل سمعته جيدة. في حين أن من يشله وينادي بمطالب المتظاهرين هو ملوث أكثر منه بكثير. أنا أقول يجب أن يطبق النظام، يجب أن تطبق مكافحة الفساد ومحاربة الفساد من القاعدة إلى رأس الهرم بالتساوي. نعم. لأن الفساد في لبنان ليس مقتصرا على السياسة، إنه يدخل في تفاصيل الحياة الإدارية. البعض يتحدث أصلا عن مأساسة الرسمية، عن مأساسة الفساد أو منهجة الفساد، وهناك تمشي كامل كما ذكرتي لابد من احترامه واعتماده. لكن ما دمنا في هذا الصدد، دعونا نستعرض ونذكر ونستذكر معا هذا المقطع الذي يعكس بعضا من مطالب المتظاهرين وموقف رئيس الحكومة اللبنانية سلام تمام منها أو تجاهها، ثم نواصل بعده الحوار. نحن مطالبنا كتير بسيطة، أي شعب بيحلم فيها وأي شعب بيطمح لها، نحن مطلبنا نعيش بكرامة مثل أي شعب حي على وجه هذه البسيطة وجه الكرة الأرضية. جاي نوصل صوتنا، جاي من أقصى جنوب لنوصل صوتنا ونقول إنه بيكفي على قد، بس مثل ما شفتوا تعاون القوى الأمنية كيف كان معنا، تظاهروا سلمية لنوصل صوتنا وصرختنا مش أكثر من هيك. نازلين نتظاهر ضد البطالة، ضد الفقر، ضد الجوع، كهرباء ما في، مي ما في، بشرتين يشرح علينا مي من هون ونحن مقطوع المي عنا بالبيوت. لما الأمن أو الجيش أو مين ما كان يكون عنيف مع المتظاهرين، ما فيكم تتوقعوا من المتظاهرين أنه ما يعملوا شيء. هذه حكومة فاقدة للشرعية والمسؤولية، وعندنا معارك عم نخوضها على صعيد عملي وفعلي، معركة النفايات، معركة المحاسبة ومحاسبة العالم اللي أطلقت النار، ومعركة حق التظاهر والحرية اللي حكينا فيه. أنا بصراحة لست ولن أقبل أن أكون شريك بهذا الانهيار. خلي كل المسؤولين والقوى السياسية يتحملوا، خليهم يعرفوا أن المزايدات والتسابق إلى اجتذاب المواطنين لهالجهة أو لتلك لن يعطي لبنان ولا أبناء لبنان حق في العيش الكريم واللائق والمحترم. أعود معك أستاذ وليد لمتابعة هذا النقاش. البعض يقول أن هناك مبالغة في هذا الخوف من هذا الحراك، واللبنانيون باتوا يخشون الفوضى، كيفما كانت هدامة أم بناء، لبنان واللبنانيون أصبحوا على درجة من الهشاشة وهم معذورون بالنظر لما يجري من حوله. ذكرت منذ قليل الجوار السوري، هل لهذا التخوف من مشروعي أم أنه مبالغ فيه في الحقيقة؟ أعتقد أنه مبالغ فيه، لأن اللبنانيين عاشوا حرب أهلية على التأقلم مع كل الأوضاع، حرب أهلية، فراغ في السلطة، كل شيء وارد. لماذا اليوم إذن يخافون؟ أنا لا أعتقد أن هناك خوف، ولكن هناك تخويف ربما؟ نعم، تخويف إيه، تخويف إيه، بس أنه خوف يعني السياسيون خوف. يخوفونهم، لنقولها بشكل مباشر أكثر. يخوفونهم كي يقطع الضرب على هذه التظاهرات وهذا التحرك، طبعا التحرك من ناحية من بمطالبه المطلبية له كل الحق بالتحرك، ولكن التصدي لشعارات سياسية عالية جدا مثل إسقاط النظام هذا يعكس قلة تجربة الشباب وعدم تفهمهم للواقع اللبناني. في لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي لا تنجح الثورات فيها. لماذا؟ أعطيك مثلا، يمكن باستثناء ثورة القرامطة، يمكن لبنان شهد الثورة الاجتماعية الوحيدة في المشرق العربي. عام 1858 قام شاب مواطن عادي يدعى طانيو الشاهين، جمع الفلاحين في كسروان والمتن وأثار على الإقطاع الماروني آنذاك. نعم. وحرر الأراضي والفلاحين من الإقطاع الماروني سنتين، من 58 ل 60. 60 عادت لا اصطدم بالجدار الطائفي، فتحولت الثورة إلى فتنة درزية مارونية. وأحبطت. طيب محكوم لبنان إلى أبد الآبدين بأن يعيش في هذا المربع الطائفي وكل متطلباته،
طبعا. ولذلك المقاربة الأسلم لتغيير النظام هي إصلاحه من الداخل. من الداخل. أما مواجهته بهذا الشكل هذا يعني وشاهدنا بها. هناك من يقول أن النظام لا يصلح ولا يصلح كما يقال، صدئ قديم متهالك بيروقراطي فاسد البعض يقول. يصلح نظام اللبناني الآن؟ يصلح، قابل للإصلاح؟ يجوز إصلاحه من الداخل، يجوز. لا ولكن مش يجوز، هو قابل للإصلاح ولا لا؟ هو قابل، ولكن لابد من تغيير جيل كامل يحكم لبنان، وهذا الذي أشرت إليه في أول حديثنا، جيل شباب جديد يأخذ مكان زعماء. سيد أحمد يبتسم، كان لديه اعتراض لطيف على ما تفضل به السيد وليد. هذا النظام أنت على هذا الرأي؟ من المستحيل، سابع المستحيلات. طيب ماذا يمكن أن نكتشف العنقاء في لندن إلى أن يصلح النظام اللبناني؟ طيب نحتاج إلى طائف جديد أم ماذا؟ هذه هي النقطة. في التاريخ الحديث، لن أعود إلى التاريخ الذي يعرفه في التاريخ الحديث، لم يحدث أي تغيير داخلي للنظام اللبناني إلا بعد عمليات عنف. حرب أهلية. حرب أهلية سنة 58 جرى تغيير. نعم. 75. 75 جرى تغيير. اتفاق الطائف جرى بعد عنف. اتفاق الدوحة بعد عنف. نعم. لذلك اللبنانيون يخشون من القدوم إقدام على مثل هذه الخطوة للتغيير الداخلي، لأن التغيير سيكسر توازنات. نعم. والتوازنات لا يمكن أن تنكسر في لبنان إلا بعاملين. عامل داخلي أن تستقوي طائفة على الطوائف الأخرى بالخارج. وعامل خارجي أن تأتي قوة خارجية تقوي طائفة على الطوائف الأخرى، عندها يتم التغيير. في ظل هذه الأوضاع، دعك من الشباب، دعك من التغيير، الأرجح لن يكون هناك تغيير داخل النظام. سنعود لنقلب هذه مسالك وهذه المقالات. في الحقيقة البعض لديه اعتراض أكيد عما تفضلت به. فاصل قصير نواصل بعده حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة عن الشأن اللبناني، لا تذهبوا بعيدا، سنعود. لندن بي بي سي. بإمكانكم متابعة بثنا على الترددات الجديدة التالية على قمر هوت بيرد. هنا لندن بي بي سي. لتحليل الحدث مع الذين يصنعون الحدث، لماذا وكيف؟ ما هي المسارات والتداعيات الممكنة؟ ما هي الزوايا؟ الحدث مدار الحديث، حديث الساعة. أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة التي نتناول فيها تطورات المشهد السياسي في لبنان. سنمضي لحوارنا هذا، لكن دعونا نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس جانبا من تساؤلات المواطنين اللبنانيين للقوى الفاعلة على الساحة السياسية في لبنان. ما عندي سؤال للحكومة اللبنانية، لأنه بالأساس ما في حكومة، فالموجودين يفلوا. بوجه سؤالي للفريقين 14 و8 أذار، بدي أقول لهم بس يعطونا سكادجول أو أجندة، شو عملوا، شو نفذوا، شو وعدونا وشو نفذوا، وإذا هن قد ما وعدوا نفذوا أو لا. نحن أساساً منوجه سؤال موجه لهم يعني 14 أذار، أنه يعني صحيح أنه السيادة والاستقلال وال يعني اللي عم بيحكوا فيه، بس يمارسوه كمان، يعني مش أنه يضل الواحد منهم متكل على إرادة خارجية لانه او وصايه ما، لانه شوف الوصايه شو عملت فينا يعني ونفس الشيء، يعني هالشيء بينعكس كمان على 8 اذار. وزير بيئه انه هالشيء مقبول زباله، يعني ما بقى فينا نمشي على الطريق، يعني هيك بدنا نركض من مطرح لمطرح، هذا غير السموم والمشاكل وبعدين الشتاء والحرق.
نستهدف نقاشنا هذا من بيروت معك يا أستاذة سناء. تابعت تساؤلات أو أسئلة المواطنين للحكومة اللبنانية، حتى نكون منصفين، قادرة الحكومة اللبنانية بهذا الشكل أن تتجاوب مع مطالب هؤلاء المواطنين في ظل هذا التعطيل الغياب؟ مجلس النواب معطل تقريبا، لا يجتمع كثيرا، ما بين الاعتكاف والفشل الكامل، الحكومة اللبنانية عاجزة هكذا يقولون. معهم حق، الحكومة اللبنانية عاجزة حاليا، لكن أسباب عجزها مفهومة وواضحة. هناك من يشل الحكومة على أساس تحقيق مكاسب أكبر. واضح أن الحكومة اللبنانية كانت تستطيع أن تنجز ما يعني يسير أمور اللبنانيين لولا هذا الشلل، لولا هذا الإصرار على مطالب بعينها لا يطرحها هناك التيار الوطني الحر ويدعمه فيها حزب الله. استاذة سناء، شلل الحكومة قبل هذا الحراك بسبب التعطيل والمناكفات السياسية ما بين 8 و14. كنت أقول ذلك، لا قلت سقف المطالب كنت أقول أن الحكومة مشلولة بسبب مطالب التيار العوني، نعم، ومساندة حزب الله له. هذا هو سبب الشلل في الحكومة، وهو سبب واضح جدا لا يخفى على أحد. طيب لو أزيح هذا السبب ربما استطاعت الحكومة تدبير أمور المواطنين. طيب هل من المنطق أن نطلب من مشلولا أن يتحرك؟ ما الحكومة عاجزة وفي حكم المشلول قلنا، هذه المطالب في الشارع أيضا لا تأخذ على اعتبار شلل الحكومة. هل من المنطق أن نطلب ذهاب أو غياب أو إسقاط السلطة الوحيدة المتبقية في لبنان؟ المشلول يستطيع أن ينجز بعض الأمور ولو لم يتحرك بسرعة، لكن غيابه، إسقاط الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال سيزيد الأوضاع سوءا. لو أن المتظاهرون طالبوا بتفعيل عمل الحكومة لكان الوضع يسير في الاتجاه الصحيح. لو أن المتظاهرون ضغطوا ليتم انتخاب رئيس للجمهورية لكان زيلت عقبة من وجه الشلل في لبنان. لكن كلنا نعرف، يعني لنوسع الصورة كثيرا وليس قليلا، كلنا نعرف أن ما يجري في لبنان يرتبط بما هو خارج لبنان. كما قال الشباب في الساحات، هناك من يمسك الورقة اللبنانية حاليا وينتظر للمفاوضة عليها تغيير ظروف ما. نحن نعرف أن إيران تمسك بالورقة اللبنانية، ولا رغبة لدى إيران حاليا بانتخاب رئيس الجمهورية. سنأتي إلى لذا الوضع مشلول لهذه سنأتي إلى أفق الحل ودور الأطراف الأجنبية. لو سمحت لي فقط كي ينقل الكلام ما بين المشاركين. أستاذ أحمد، تابعت قول أستاذ سناء من بيروت. هناك طرف، لنقوله صراحة، يعطل أداء الحكومة وينزل للشارع ليطالبها بالإنجازات. أنت تكتف يدي ثم تقول لي لماذا لا تركض، أو رجلي وتقول لي لماذا لا تركض، ثم تمنطق في الأشياء. بعتقد ما قالته الزميلة سناء خاطئ في جانب منه، ما هو؟ لا سأوضح. أعتقد في 2006 تولى فؤاد السميور رئاسة الحكومة، يومها استقال وزراء الطرف الآخر. مع ذلك استمرت الحكومة رغما عن استقالة الطرف الآخر ولم تنجز شيئا. هذا أولا. حكومة الميقاتي التي جاءت لتمثل طرفا معينا وقطعها الطرف الآخر مارست ولم تحقق شيئا. وهذه الحكومة بغض النظر عن موقف تيار العوني وحزب الله سلبا أو إيجابا لم تحقق شيئا. يعني أزمة الأخيرة هي أزمة تعيينات، ولذلك النقطة الآية هي أزمة الحكومة، لأن الحكومات تنشأ بتوازنات داخلية وتحاول أن تمارس وفق توازنات هناك داخلية. هناك من يقول لك هي أزمة النظام السياسي في لبنان لا أزمة الحكومة. طبعا الحكومة، نحن نتكلم عن الحكومة الآن لأن هناك فراغا برئاسة الجمهورية، ولأن مجلس النواب يمدد شبه معطل لنفسه. شبه معطل. الحكومة هي الجهة الوحيدة من السلطات الثلاث التي تعمل، لذلك نقول أنها فاشلة. طب لماذا تنادي إلى إسقاطها وأنت تولي
تنادي فراغا اخر بهذا الامر. انا لا انادي باسقاطها، انا اقول ان يجب يجب تغيير هذا النظام برمته بما فيه الحكومه، مجلس النواب، الرئاسه. اضرب يعني انت طالب باسقاط كل النظام لا الحكومه فقط. طريقه بناء مؤسسات الدوله يجب ان تختلف، طريقه بناء المواطن في لبنان يجب ان تختلف. نحن في تربيتنا ومناهجنا التربويه ووظائفنا وكل شيء نبني ابن الطائفه وليس ولا نبني ابن الوطن. نعم. حتى الشباب الذين يراهن عليهم يعني ابن الطائفه قبل العائله، دعك من الوطن الان. لا شيء. نعم. ابن الطائفه فقط، وبالتالي هذه التربيه التي تنشا منذ الطفوله بالمدرسه بالتربيه بالتعليم لا يمكن الا ان تنشا هكذا. اذا حتى الجيل الجديد الذي ذكره استاذ وليد سينشا هكذا وليس من امل للاصلاح معه ايضا. اخي من يقاتل؟ من هجم بالشوارع القى قنابل المولوتوف؟ من قاتل سنه 2008؟ من يذهب الى سوريا ليقاتل دفاعا عن هذا او دفاعا عن ذاك؟ هم الشباب. يعني لا امل في جيل علماني او الفكره التي لم يسمح الوقت للاستاذ وليد بان يطورها اكثر، هذه الطائفه المظلومه والمحرومه كما قلت العلمانيون في لبنان، فرصه لنتحدث عنهم ايضا. هل هناك من جيل فوق الطائفه ممكن هذا؟ حسب اتصالاتي ومعرفتي ببعض اوساط البيروتيه خاصه هناك جيل رافض للطائفيه، جيل يمكن ان نسميه علماني، ليس علمانيا بمعنى الكفر يعني، ولكن لا، هي العلمانيه اصلا ليست الكفر. نعم، حتى لا نظلم. لماذا لا نعطيه فرصه لان يتمثل في المجلس النيابي؟ ولماذا لا نعطيه فرصه، لا نعطي العلمانيين فرصه التعايش مع الطائفيين؟ ربما نقلنا مواجهات من الشارع الى البرلمان كانت اسلم، وربما جعلنا ربما يخشى ايضا يصبح العلمانيون طائفيون اذا ما عاشروا الطائفيين. لا، هذه الاخره بتقول. لا اعتقد ذلك. لا تعتقد ذلك. اسمحت لي مدحي بمثل معبر. بسنه 1982 عندما وقع الغزو الاسرائيلي للبنان، حاولنا نحن هنا مجموعه من الصحفيين واللبنانيين ان ننشئ ما نسميه تجمعا لبنانيا لنصرة لبنان. نعم. وكان يومها المقيمون في لندن من الجالية اللبنانية هم نخبة النخبة. لم يكن هناك مغتربين ومهاجرين وما شابه ذلك قبل الحرب. صدمنا بأننا وجدنا في لندن جمعيات للشيعة وجمعيات للسنة وجمعيات للأرثوذكس، ولم نستطع أن ننشئ جمعية لبنانية. هو اللبناني يحمل طائفته معه في الحقيبة أو مع الحقيبة حينما يسافر، هذا الإشكال أيضا. إذا لم تنشئ مواطنا منذ البداية بكل أساليب التربية، أنت مستحيل أن تغير نظام قائم على هذه المسألة. ربما حتى لا نبتعد كثيرا في نقاشنا، أعود إليك أستاذة سناء، هذا الخوف مبالغ فيه أم حقيقي؟ يحتاج لبنان لنظام جديد ومؤتمر تأسيسي كما طرح البعض، أم هذا غلو سياسي قد يأخذ لبنان للمجهول؟ لا يحتاج لبنان إلى مؤتمر تأسيسي، لبنان يحتاج إلى تطبيق الطائف. ما ذكره الزميل من أن يجب مراعاة يجب متابعة المناهج التربوية، كل ذلك مذكور في الدستور اللبناني. عندما نطبق اتفاق الطائف الذي ينص على مراقبة شديدة للمدارس الخاصة ومراقبة شديدة للمناهج التربوية التي وطنية، نستطيع أن لو سمحت لي بالمقاطعة، هناك من يقول حتى اتفاق الطائف طائفي كاسمه يعني، وإن قصد المدينة في السعودية لا الطوائف. هناك من يقول حتى اتفاق الطائف تجاوزته الأحداث، ولا بد اتفاق الطائف ينص على رئيس للمسيحيين المارونيين، رئيس مجلس النواب شيعي ورئيس الحكومة سني. هذا طائفي، هذا دستور أيضا مبني على الطائفية. البعض يريد أن ينسف كل هذا. لحظة نعم. لحظة عندما يطبق اتفاق الطائف الذي ينص على إلغاء الطائفية السياسية من خلال إنشاء مجلس شيوخ ومن خلال انتخابات نيابية عابرة للطوائف، حينها تخف الطائفية في لبنان. هذا لم يحدث. وعندما تتدخل الدولة في المناهج التربوية لتصبح فعلا وطنية، عندما يكتب تاريخ لبنان منذ ما بعد الاستقلال إلى اليوم بطريقة وطنية، عندما يتم الاتفاق على كتاب واعٍ وراشد ورشيد للتربية المدنية،
كل هذا مذكور في الطائف، كل هذا مذكور في الدستور اللبناني، لأنه جرب مرة واحدة تطبيق الدستور اللبناني. ما الذي يمنع أنا تطبيقه؟ أوافق الأساتذة على أن الطائفية مشكلة في لبنان، ولكني أظن أن الطائفية هي مطية الفساد ومطية الهيمنة. نعم. وليست هي يعني بخلق اللبناني أو بدمه. الولاء ليس هذا صحيحا. للشخص للزعيم. عندما نمنح اللبناني فرصة لإعطائه حقوقه من دون فساد لن يفكر في الطائفية. نعم نعم. علينا أن نحاول لمرة واحدة تطبيق الدستور، وعلينا أن نكون متفائلين بعض الشيء. نعم. ربما أبحرنا بعيدا بعد يعني كل الطوائف جربت حظها في لبنان، ونحن نلاحظ الآن أن الهيمنة هي للطائفة الشيعية، لكن مع التغييرات في المنطقة سينتهي حتى هذا الدور. وهذا المشكل. حينها لابد لنا هذا من العودة إلى الدستور. دعيني أستاذة سناء، لا أدري هل ربما لا يصلك صوتي حينما أريد أن أقاطع وأخذ الكلمة. الموضوع طائفي بامتياز، هذا ليس سرا. ماذا عن دور الأطراف الخارجية الآن؟ لطالما كان لبنان أرضا لمعارك الآخرين عليه حتى قبل الحرب أهلية. اليوم السعودية وإيران واضحة لن نعيد اختراع العجلة. هل الحل بيد هؤلاء؟ ليس بالضرورة بيد هؤلاء، لكنهما عاملان مؤثران. في رأيي أن لبنان الآن نستشرف. نعم. في رأيي أن لبنان سيمر في أشهر ستة صعبة ترتبط بموضوع له علاقة بملفات الإقليمية في المنطقة، لكن له علاقة أهم في موضوع اتفاق النووي الإيراني الأمريكي. هذا ويفترض أن تسير الأمور نحو الأفضل. لا لا لا، نحن الآن في مرحلة الانتظار. يجب أن يقر في واشنطن ويجب أن يقر في طهران. لا، إقرار الاتفاق. قد يرفض مجلس الشيوخ أن يقره وقد يوافق. هذا مستبعد على كل، هو تم في الانتظار. لذلك على ضوء ما يحدث، ما بعد الاتفاق النووي ليس ما قبل الاتفاق النووي. نحن نشهد الآن لبنان هو في رأيي مسرب للتوتر. الجوار السوري الملتهب هل يؤثر أيضا ويزيد في إذكاء هذه الأزمة؟ حكما، يعني أنت تتعامل بملفات لبنانية، ليس فقط الموضوع السوري. هناك موضوع خلال اليومين الماضيين، هناك أزمة في مخيم عين الحلوي، صراع فتحاوي حمساوي أو إسلام السياسي لنقل. هذا يمكن أن ينفجر بأي لحظة. عندك في لبنان تقريبا 600 ألف فلسطيني، قسم كبير من بهذا العدد. هناك 1,200,000 سوري لاجئ. هذه لا يمكن أن تنتهي بجرة قلم. حتى لو الآن وصلت الأمور في سوريا إلى نوع من الهدوء، لا يمكن أن تنتهي. لبنان له مشاكله الداخلية، وبالتالي ما لم يتم فكفكة مفاصل المنطقة لا أتصور يعني أن لبنان سيخرج. لبنان معلق إلى أجل غير مسمى ريثما تحل مشاكل المنطقة التي لن تحل أبدا بهذا المنطق؟ عفوا، يعني الملف السوري، الملف السوري هو الأساس. ما لم يعالج الملف السوري جذريا، أنا أتصور أنه من الصعب إيجاد مخرج للأزمة اللبنانية. في هذه الأزمة التي نقلب أفق حلها، أستاذ وليد، هل ترى الأمر رهينا بأجندات داخلية وطنية وعناوين اجتماعية سياسية، أم أجندات خارجية ولعبة الأمم؟ لا يمكن فصل الأجندات الخارجية عما يجري في لبنان، في داخل لبنان. ولكن بإمكان اللبنانيين أن يتجاوزوا هذه الأزمات وهذه التدخلات. كيف هم يغرقون فيها أكثر اليوم؟ لو أعطيك مثلا، تحدثت زميلة سناء عن اتفاق الطائف. اتفاق الطائف طبق منه ما يعزز الطائفية، وترك ما يلغي الطائفية. مجلس الشيوخ لو أنشئ مجلس شيوخ فيه تمثيل متوازن لكل الطوائف، وأعطي الصلاحيات المعطاة لمجلس الشيوخ الأمريكي، نعم، لكان حكما منصفا لكل قرارات الدولة. ما الذي أدرك أنه حتى مجلس الشيوخ سيطيب فيما بعد، أن يصبح طائفيا أو يجير طائفيا؟ من سيكون فيه؟ أعيان، الأعيان رهن بالقيادات الطائفية بالنهاية. طبعا، بس هناك توازن في تمثيل الطائف. يعني أنا هنا أريد أن أعود إلى ما قاله زميلي الأستاذ أحمد. هاجس اللبنانيين هي سيطرة الطائفة على الطوائف الأخرى. أصلا النظام الديمقراطي بلبنان سمي بالنظام الديمقراطي توافقي، لأنه اخترع
لينظم العلاقات والسلطات بين كل الصواعق. الصيغة اللبنانية الشهيرة ويلغي تصلب مغلوب. نعم أستاذ أحمد، ذكرنا منذ قليل اتفاق الطائف، وودت أن أسألك أنت، نثبت ما هو موجود، نطبق اتفاق الطائف بكل بنوده وفصوله، أم يلزمنا طائف جديد قد يتخذ اسما آخر بعيد عن الطائفية؟ يا أستاذي العزيز، المشكلة ليس في نصوص الاتفاق الطائف. يعني أنا أؤيد الزميلة سناء، هناك نصوص كثيرة جدا ممتازة في الطائف على الورق. نعم على الورق، لكن الذي حدث أن الطائفة أساسية في لبنان هم الطائفة المارونية، شعروا بأن الطائف انتزع منهم صلاحيات وأعطاها للطوائف الأخرى، وبالتالي جزء من الأزمة الحالية هو هذا الشعور، وهذا موجود. المسيحيون يغادرون لبنان وفما حالة من الضيم، لذلك نحن الآن في نقطة، يعني في دائرة، في مغلقة. أنت تغير الدستور، الطائفة التي كانت تمتلك صلاحيات تشعر أنها غبنت لأنها انتزعت منها، ما لم يكن هناك اطمئنان إلى أننا ننطلق إلى مرحلة المواطنة، سيكون من الصعب جدا حتى لو أسست الطائف من جديد أو لو ذهبت إلى طائف رقم 2، من المستحيل هذا، لأن الطوائف رسخت وجودها. لبنان، دعنا سأقول كلمة، لبنان أساسا الكيان اللبناني وجد على بنية طائفية، بنية هكذا أصلا، وبالتالي أي تغيير ديموغرافي سيهد أركان الكيان اللبناني كله. نحن نشهد الآن ما يمكن أن نسميه هز أركان المنطقة. سوريا ثم تغيير حدث، ثم استئثار لدى الشيعة ببعض السوريا منذ كبر ونشوء حزب الله، لنقولها بصراحة، يعني هذا الكيان اللبناني الآن سنصل إلى نقطة فلسفية جديدة، هي الغلبة في عالمنا العربي، الغلبة هي التي تقرر الدستور. نعم. أينما كنت في أي منطقة هناك، لكنني سأريد أن أقول نقطة، سايكس بيكو الذي أنشأ هذه الكيانات يتخلخل الآن. نعم. في سوريا يتخلخل، في العراق يتخلخل، في لبنان يتخلخل. على اللبنانيين أن ينظروا إلى هذه المسألة ويدركوا أن بنيان الكيان اللبناني الذي قام على أساس توازن طائفي لم يعد قادرا على حمل نفسه بنفسه. نعم. أذهب السيدة سناء أيضا في بيروت لنسأل عن هذه الأزمة الناشئة وهذا الحراك الأخير، هل ترينه سحابة صيف ستنسى كأنها لم تكن كما يقول درويش، أم أن للأمر استتباعات كثيرة قد نشهدها؟ إذا لم تتغير، إذا لم تتأثر مطالب المتظاهرين ستبقى سحابة صيف بالتأكيد، لكن من جهة ثانية علينا أن ننظر إلى من يتضرر من هذا التحرك. المتضررون من هذا التحرك سيحاولون إيجاد أزمات أخرى إلى جانب هذا التحرك ليتم الإلهاء عنها. أنا أريد أن أقول أمرا واحدا، نحن نعرف أن المنطقة ملتهبة، ونحن نعرف أن أي تحرك إذا لم يسر يعني إذا تم حرفه وإذا تم تفخيخه سيؤدي إلى كوارث في لبنان. طيب. لذا أقول أن المطلوب حاليا هو ضبط يعني ما نستطيع أن نفعله داخليا. نعم. بدون ما أن يتضارب مع المخططات التي تحضر في لبنان للخارج، يعني طيب. في الأمور الداخلية الحياتية، في الأمور الداخلية الحياتية، هل هذه المسائل، هل قادر هذا الحراك على أن يحقق الحد الأدنى من مطالبه في جانبه الاجتماعي، على الأقل الماء والكهرباء والنفايات، قادر على هذا على الأقل دون أن نصل إلى السقف السياسة؟ أعود إلى نقطة الفساد عندما تطرح علي هذا السؤال. الفاسدون الذين يغتنمون من هذا الأمر لن يتركوا لهذا التحرك أن يصل إلى مبتغاه، ولكن إذا تأثر جيدا مع إصرار على تنفيذ المطالب بعقلانية ربما نصل إلى شيء ما. نعم. أستاذ وليد، نفس السؤال الاستشرافي، هذا التحرك سينسى بسرعة أم قادر على تحقيق الحد الأدنى على الأقل من مطالبه ذات العناوين الاجتماعية وربما حتى تغيير النظام الانتخابي أو القانون الانتخابي؟ هذا مطلب كبير يراه البعض. إن شاء الله، ولكن أريد أن أذكر بأمر. لبنان بلد التسويات، اخترع فورمولا أسماها لا غالب ولا مغلوب. أمضى اللبنانيون 15 سنة في حرب دموية انتهت بهذا الشعار لا غالب ولا مغلوب، وأزماته كلها تنتهي بلا غالب ولا مغلوب، لأنه بلد تسويات وبلد وفاق، بلد الطوائف. أنا أعتقد أن من واجب الحكومة بعد أن رأت هذا الحشد، هذا
الغضب العارم من الشارع ومن الكل اللبنانيين على مسألة النفايات والكهرباء أن تردر الشارع بهذه المطالب الحياتية البسيطة مهمة حالياً. مش بسيطة نعم وبالمقابل أن يرضى الشارع أو من يتظاهر بالشارع بأن ينظر إلى إصلاح النظام اللبناني. طيب في الإصلاح قادر سنين. هذا الضغط الذي مورس في الشارع أن يعجل بتعيين رئيس أو باختيار رئيس الجمهورية وهذا الفراغ الأهم الآن؟ أنا ما أراه هو أن الجنرال ميشيل عون يريد أن يترسمل على هذا الحراك ليطرح يجيره في موضوع الرئاسة ولكن لا أعتقد أن له علاقة بهذا. نعم الأمرين على علاقة. هل يمكن أن يضغط هذا الحراك نحو ملء الفراغ الأول فراغ قصر بعبدة قصدته؟ لا أبداً. ليس هناك من علاقة. انتخاب رئاسة الجمهورية في لبنان بغض النظر عن موقف عون موقف تيار المستقبل هو قرار إقليمي دولي. نعم. دائما كان هكذا ودائما سيكون هكذا. طب ما الذي يمكن أن يحققه هذا الحراك الآن في رأيي؟ الحراك تبخر في الحراك سيتابع بعامل الاستمرار فقط لأن هناك نقمة لبنانية، لكن النقطة الأساسية هي كيفية معالجة. أنت تريد أن تعالج أزمة النفايات ليش كن فيكون. نعم. تريد موازنة، حاولوا أن يجعلوا هناك نوع من العروض ضجة كبيرة أن هذه عروض فساد. تريد كهرباء، تريد أموال، أين الأموال؟ تذهب إلى الفساد. تركيبة خاطئة من أولها إلى آخرها. لا نستطيع فقط أن نقول أن رئيس الحكومة غير فاسد، يجب أن ننظر إلى البنية السياسية التي تكونها هذه الحكومة. عندها نشعر أن الفساد متغلغل في أقنية الجهاز اللبناني برمته. بثواني قليلة أستاذ سناء، موضوع الرئاسة قادر على أن يتحقق في القادم من الأيام أو في المدى المنظور بسبب هذا الضغط أو بدونه؟ عاد السؤال. موضوع الرئاسة والفراغ ممكن حل فيه أو لا ترين حلا قريبا بإيجاز؟ لا أرى حلا ما لم تقرر الجهات الإقليمية والدول الكبرى ذلك. أنت توافقين إذن أن رئاسة الجمهورية ليست شأنا داخليا فقط؟ أنت توافقين على ما تفضل به ضيفي هنا في هذا الموضوع؟ في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفنا الذين أثروا الحوار في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة مع حفظ الألقاب. لكم كل تحيات فريق البرنامج، المنتج أحمد القاضي وأنا مكي هلال. إلى اللقاء.